الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهبي أنسى الجنات علينا أنسى الجنات علينا أنسى الجنات علينا أنسى الجنات علينا سبحان بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا أنسام الجنات علينا أنسام الجنات علينا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المعالي باعث الأمال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جلا نوره جلا رهيبات الليالي فتش عن الرزق في دنياك تلقاه لا تخش من فاقة فالباسط الله كل من حلال يديم الله نعمته وادعو فما خاب محل بدعواه ولا تبذر ولا تمشي إلى حرم إن المحرم ضيق العيش عقباه ولا تبذر ولا تمشي إلى حرم إن المحرم ضيق العيش عقباه ولا تناسوا للأرحام إن بهم ينال ما لم يكن في البال حسباه سريت بناجه كان الدليل لجهل
تعطر صباحك والمساء بنفحة. الله الله من آية تجلو صدى الأجفان. تعطر صباحك والمساء بنفحة. الله الله تحل بسطوره. عين امرئ إن لم تحل بسطوره معدودة بزمرة العميان. معدودة بزمرة العميان. رتل وأحسن صحبة البرنامج الرمضاني المسابقاتي يأتيكم من الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سمارة اف ام مع الإعلامي عبد الخالق محمد مالك، يرافقه فضيلة الشيخ الحافظ أحمد سليمان المضوني لرحاب القرآن الكريم. هذا البرنامج برعاية شركة القرماني للصرافة والتحويلات. مضت بطريقه ثمار العز بعد هوان. سعدت به أمم مضت بطريقه. الله الله ثمار العز بعد هوان. وبهجره شقيات حواضر ملكها. وبهجره شقيات لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه وعلمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. فهو الضياء إذا سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بناجه.
إذن كما عودتكم دائما سامعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا مستمعينا الكرام، ها نحن من جديد في حلقة قرآنية متجددة، نلتقي بكم على مائدة القرآن ونحلق معكم في فضاءات الإيمان. أحييكم بكثير من الوجد والشوق، وأرحب بكم من منبر سادس حلقتنا من برنامجكم المسابقاتي الرمضاني في رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك على إذاعة سمار اف ام 100.3 وبرعاية كريمة من شركة القرماني للصرافة والتحويلات. صباحك والمساء بنفحة، الله الله، من آية تجلو صدى الأجفان. حطر صباحك والمساء. إذن سأكون معكم إعدادا وتقديما أنا عبد الخالق مالك، ويرافقني من الإخراج المايسترو محمد علي تيسير، ومن الإشراف العام الأستاذ وليد الضيفي. وأرحب بكم وباسمكم سامعينا الكرام بفضيلة الشيخ الحافظ أحمد المضوني أستاذ القرآن والتربية الإسلامية بمدارس العليا بأمانة العاصمة. مرحبا بك يا شيخ في رحاب القرآن الكريم. أهلا وسهلا وحياكم الله. إذن نجدد ترحيبنا بكم متابعينا مستمعينا الكرام. نحب فقط في بداية الأمر شوية دردشة شيخنا القدير. في الآونة الأخيرة نحن نستمع لقراء كثيرين يقرؤون بالمقام الصنعاني أو باللهجة الصنعانية في قراءة القرآن الكريم، ونلاحظ أن هناك تشابه بين المقامات بين الأصوات وإلى آخره. في الآونة الأخيرة للتوضيح، شيخنا القدير أحمد المضوني قام بتسجيل المصحف كاملا بالمقام الصنعاني، وكثير لاحظوا شيخنا القدير أنه كان مختلف تماما عن باقي القراء. فما سبب هذا التميز وما سبب هذا النجاح الذي حققته في الآونة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول هدف عدم التقليد وعدم السير على ما سار عليه من قبل. فتجد مثلا أن المقام الصنعاني الذي قرأوا به في اليمن القراء المشهورين الكبار وسواء اللي بعدهم، تجد أن النبرة واحدة والطريقة واحدة كلها. فالناس عندما تستمع مثلا إلى شخص يقلد مثلا الحليلي أو الشيخ محمد حسين عامر وكذا، هم يستمعون من الأصل، يقول لك لماذا استمعوا إلى من يقلد؟ صحيح. فالأصل موجود، ولكن عندما تتميز مثلا بطريقة جديدة في للمستمع الكريم بطريقتك أنت وبنبرتك أنت، ولكن على نفس المقام ونفس السير الذي تمشي بنفس الرتم شيخ هذا القدير، ولكن بطريقتك الخاصة والمميزة. أيه، فأنا الحمد لله لدينا خبرة كبيرة جدا في المقامات، فاستطعت أن أدمج المقام الصنعاني مع مقام الرست الذي أكثر ما تسمعته في المصحف، ومع مقام الحجاز، ومع مقام النهوات، فتميز فخرج المصحف بطريقة مختلفة تماما. إذن هل من الممكن شيخنا القدير أن تسمعنا بعض الآيات بالمقام الصنعاني؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، حقا إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة. حتى أنه يا محمد بنلاحظ في نوع من الروحانية في الصوت أو في المقام الصنعاني بشكل خاص، هدوء و راحة في نفس الوقت، شعور بالمدري كيف تحس كذا في المقام الصنعاني، تدري أنه مقام صنعاني بمجرد أنك ما تقرأ بهذا المقام. إذن شكرا لك يا شيخ، وبداية قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات يا شيخ، نبدأ ننوه بطبيعة البرنامج أن البرنامج مقسم إلى فقرتين. الفقرة الأولى الاستماع إلى تلاوتكم المباركة وتقييمها من قبل الشيخ. الفقرة الثانية من بعد الفاصل ستكون هناك أسئلة متعلقة بأسباب النزول ومواضع الآيات
وصور. وأيضا نشكر الراعي الرسمي لهذه الحلقة شركة القرماني للصرافة والتحويلات، ونستقبل أول اتصال يا محمد ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم. معكم أحمد علي عبد الله. أحمد علي عبد الله. علي عبد الله. أحمد علي. أها عبد الله. عبد الله عبيد. عبيد. أهلا يا أحمد. يا أحمد كم تحفظ من القرآن الكريم؟ ما تيسر. ما تيسر من القرآن. طيب اقرأ على الشيخ ما تيسر لك من القرآن، ومن ثم سيتم التقييم. السلام عليكم يا أحمد. أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق ما الحق ما الحق كذب ثمود وعد بالقارعه، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، واما عاد فاهلكوا بريح صخر عاتيه، سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل ساويه، فهل ترى لهم باقية؟ حسبك يا أحمد. يا أحمد صدق الله العظيم. ما شاء الله عندك صوت جميل في القرآن الكريم، لكن يا أحمد المدود ما حكمها في الحاقة؟ الحاقة ما هو حكم المد في الحاقة الثلاث؟ مد واجب، مد لازم، كلمي مثقل. مد لازم. كم يمد؟ أربع حركات. لا يمد ست حركات إجباري، وأنت مديت ثلاث حركات فقط. ثمود أنت قلت، فأما ثمود، ثمود ليس ثمود، وأما ثمود الدال مضمومة فقط، وثمانية أيام وليس وثمانية أيام، فالتاء المربوطة في ثمانية كانت مفتوحة وأنت ضميت. فأهم شيء في القرآن وفي الحفظ الشكل، ضبط الشكل، هذا أول مرحلة لأي قارئ. بارك الله فيك، إن شاء الله في رمضان تتدرب أكثر وتكون إن شاء الله قارئ بإذن الله. إذن بالتوفيق يا أحمد، جزا الله الجميع ألف كل خير. طبعا بس تنويه للمستمعين يا محمد تيسير، أنه بتكون التقييم على الإجادة في القراءة وفي التلاوة في نفس الوقت، أنه في ناس يا شيخ يركزوا على التلاوة ويبدوا عن أشكال الحروف، والعكس في بعض الأحيان. إذن نستقبل اتصال ونقول السلام عليكم. ألو ألو ألو. يا اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم. على الجميع، كيف الحال؟ تمام الحمد لله، عرفونا عنكم. فضيلة الشيخ احمد. الحمد لله، اهلا وسهلا، مرحبا. معكم سمية عبد الرحمن احمد الاكوع. سمية عبد الرحمن احمد الاكوع. ايوه. اهلا يا سمية. سمية كم تحفظي من القران الكريم؟ ما تيسر. ما تيسر. من اين ستقرأين؟ سورة النور. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخت سمية. أنت تدرسي صف ثالث ثانوي؟ أيوه. أنا أقول ليش قرأتي سورة النور؟ السؤال هذا بيرود من أول يا شيخ. أيوه، لأن أنا أدرس، أنا طالب الصف الثالث ثانوي أيضا.
شوفي يا سمية، ما شاء الله تلاوتك متقنة. في معك ملاحظة واحدة فقط، رأفة وليس رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أنت قلتي رأفة بالفتح. أيوة. تركز على هذه فقط وبارك الله فيك، إن شاء الله التابعين تكوني أحد الفتح. نعم، مش مشكلة، يمكن على الهواء يمكن الإنسان يختبط أحيانا ارتباك وكذا إلى آخره. إذن بالتوفيق يا سمية ولجميع المتصلين الذين بيتصلوا معنا الآن، ومعنا اتصال ونقول يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم. عرفونا عنكم. بسمة وهيب مصطفى أحمد. بسمة وهيب مصطفى أحمد. مصطفى أحمد. مصطفى أحمد، أهلا يا بسمة. بسمة كم تحفظي من القرآن؟ من أين ستقرأ؟ من أين ستقرأي؟ سورة قاف. سورة قاف، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يا في جهنم كل كفار عنيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا بسمة. ما شاء الله، أول مرة أشوف أحد يقرأ بمقام العجم. طبعا مقام العجم النادر. أنت عارفة بإيش قرأتي المقام ولا ما تعرفي الأصوات المقامات الصوتية؟ بس يمكن صليقيتك تقرأين بمقام العجم. أخت بسمة، عندك ملاحظة؟ كنت لم تأتي بالإخفاء، مع النون الساكنة عند التاء إخفاء ضروري. وأيضا الخطأ الجلي اللي يسموه العلماء هو عندما يكون في الشكل، قرينه وليس قرينه كما قرأتي. وقال قرينه. تمام؟ إن شاء الله تركزي على هذه الأشياء وواصلي في حفظ القرآن على هذا الصوت الجميل وعلى أداء، ما شاء الله أدائك متقن. بس إن شاء الله تكون علشان الهواء فقط، على الهواء مباشرة حنسان يكون في ربكة. إذا بعد أن تأخذي بنصيحة الشيخ، بالتوفيق لك يا بسمة. ونستقبل اتصال آخر ونقول يا أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. وأنتم بألف خير. عرفونا. أهلا وسهلا، جزا الله الجميع ألف خير. عرفونا عنكم. لميا عبد العليم روح الحمادي. لميا عبد العليم. عبد العليم روح الحمادي. نوح راوح. راوح الحمادي. الحمادي، اهلا يا لميا. لميا كم تحفظي من القران الكريم؟ ما تيسر منه. ما تيسر من القران. من اين ستقرأين؟ سورة تبارك ان شاء الله. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين وانقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، بارك الله فيك. انا حاسس كذا سيد عبد الخالق في رعدة في الصوت، يمكن علشان الهواء مباشرة خايف. انا اول مرة بني اشارك. واضح. واضح يا لميا من رعشة الصوت من لما تكلمي. أيه. في نوع من الثقل. ايه يا شوفي يا لميا، تبارك اللي هو تقولي تبارك مد طبيعي، لا تمدي تبارك غلط. تمام. شيء قدير، ما هو الحكم؟ تنوين بعده حرف قاف. ادغاء. لا، تنوين بعده حرف قاف. حرف القاف من ماذا؟ اقلاب. اقلاب.
ليس إقلاب إنما إخفاء. إخفاء. فالمفروض الإخفاء هو مرحلة بين الإظهار والإدغام، وكان المفروض أن تعطي الإخفاء حقه هنا. أيكم الميم ساكنة وليس مضمومة، أيكم أنت قلت أيكم، وهي أيكم ساكن حسير الراء عندما تقفين عليها، وقبلها عند الراء عندما تكون وقف بسبب الوقف عليها، وقبلها حرف ياء لابد أن ترققي. إذن بالتوفيق يا نيمة. الله يبارك فيكم، والله بنتعلم منكم يعني قبلش من بالاستماع. لو تستمعي احد القراء المشهورين كالشيخ الحصري والشيخ المنشاوي وانت ترددين فترة ستجدين انك تتقن القرآن حتى بدون الرجوع احيانا الى احكام التجويد وتعلمها. فالقرآن اخذ بالتلقي ويتعلم بالتلقي، فان شاء الله في هذا الشهر الكريم استمعي لتلاوات احد المشاهير المعلمين للقرآن وتتقنين اكثر. اذا جزا الله الجميع الخير، بالتوفيق يا لمياء وللبقيه المتصلين. نذهب اياكم سامعينا الكرام الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه. عظائم الوجدان وكل واحسن صحبه القرآن. بالقرآن فهبي أنسى الجنة عين.
إحسانك يا رب، نفوس تأمل يا ربي يا ربي، أرجو من فضلك إحسانك يا رب، عرفتك الخالق فارصعك تسأل يا ربي رضوانك، عرفتك الخالق فارصعك تسأل يا ربي رضوانك. سبحانك 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 ربي يا ربي، سبحانك سبحانك ربي يا ربي جل شانك، سبحانك ربي يا ربي سبحانك سبحانك ربي يا ربي جل شانك. ها نحن أتينا يحدونا شوق كي نقرأ قرآنك، سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحان الله
بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا، بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا، برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا، بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا، بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا، برحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا، أنسام الجنات علينا، أنسام الجنات علينا. ألف صلى الله على قمر الكمال، حبيبنا من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال ذر المعالي، باعث الآمال في ليل الحيارة، حبيبنا نوره جلا، نوره جلا رهيبات الليالي. فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله، كل من حلال يديم الله نعمته، وادعو فما خاب محل بدعواه، ولا تبذر ولا تمشي إلى حرم، إن المحرم ضيق العيش عقباه، ولا تبذر ولا تمشي إلى حرم، إن المحرم ضيق العيش عقباه، ولا تنسى أولي الأرحام إن بهم ينال ما لم يكن في البال حسباه. صباحك والمساء بنفحة، الله من آية تجلو صدى الأجفان، حطر صباحك والمساء بنفحة، الله الله من آية تجلو صدى الأجفان، عين امرئ لم تحل بسطوره، عين امرئ لم تحل بسطوره، معدودة بزمرة العميان،
سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان فهو الضياء به أمم مضت بطريقه الله الله جنت ثمار العز بعد هوان ثمار اف ام مع الإعلامي عبد الخالق محمد مالك يرافقه فضيلة الشيخ الحافظ أحمد سليمان المضوني رحاب القرآن الكريم. هذا البرنامج برعاية شركة القرماني للصرافة والتحويلات. إذن عودة لكم سامعينا الكرام من جديد في برنامجكم المسابقاتي الرمضاني في رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك على إذاعة سمارة اف ام 100.3 وبرعاية كريمة من شركة القرمان للصرافة والتحويلات. للقاء الأحباب سعيدا برحاب القرآن فهو الدين أنسان الجنات علينا. إذن بشكل سريع محمد بنذكر بأسماء الفائزين لحلقة الأمس: إبراهيم شوقي وعارف لاهب وسكينة الكبسي، هؤلاء الفائزين في البث المباشر. أما بالنسبة للفائز في سؤال الفيسبوك هي أمة الله أحمد. أما بالنسبة يا محمد تيسير لفائزين حلقة اليوم الفقرة الأولى فقرة قراءة القرآن الكريم الذي كان أكثر إجادة وقراءة للقرآن الكريم، الأولى بالإجادة هي سمية عبد الرحمن أحمد الأكوع، مبروك يا سمية. وأيضا كان هناك قليل من الحيرة ما بين اسمين، من أجادوا بالقراءة ولكن من أجاد الأخطاء البسيطة يعني كان عن طريق الأخطاء البسيطة هي بسمة وهيب مصطفى أحمد، مبروك يا بسمة ومبروك يا سمية. إذن نعود إليكم سامعينا الكرام إلى الحلقة والفقرة الثانية مواضع الصور وأسباب النزول، ونبدأ باستقبال أول مكالمة ونقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. متحمس على دمي، عرفنا عنك؟ عرفتوني؟ والله تقريبا ماشي يا صدق. حق كل يوم. حق كل يوم؟ جيب لي الاسم الأول بكمل لك الباقي. وسيم. ها؟ وسيم. ها وسيم. وسيم من؟ وسيم حمير حمود. وسيم حمير حمود. الصباحي. الصباحي. قلت فزت معنا يا وسيم أو ماشي؟ ماشي. هذا بس مشارك دائما، اليوم اليوم لازم تشد أمورك يا وسيم. لازم تشد يا وسيم عشان ت. كأنك تشارك في الفقرة الأولى لكن ما حالك ماشي الحظ. الخط ما بيمسك معك صح؟ نعم. ما دحنا إحنا وياكم على تخيل يعني 24 يوم يا وسيم. بإذن الله يمسك معك في الفقرة الأولى. يا رب بإذن الله. تفضل يا شيخ. وسيم من أين تحت تريد السؤال؟ معك سؤال أسباب نزول ومواضع آيات وأسباب نزول أو معاني كلمات، ما هو الذي ستختاره؟ مواضع آيات. مواضع الآيات. مواضع الآيات. طيب لكنود، كلمة لكنود في أي سورة وردت؟ سورة العادية. ممتاز، إذن اليوم اليوم متحمس. اليوم اليوم متحمس يا وسيم ها؟ آه. نعم أكيد أكيد متحمسين في فهم معاني كتاب الله وفي التدبر في معانيه والاستدابة. الله يسعدك يا وسيم، بإذن الله تتوفق معنا اليوم، قل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أي خدمات؟ في رعاية الله وحفظه يا وسيم. إذن ونستقبل في أمل في رعاية الله، نستقبل مكالمة أخرى ونقول يا أهلا ألو. وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم علينا عليكم. عرفونا عنكم. أماني محمد علي حاجب. أماني محمد علي حاجب. أنت متصلة معنا من قبل صح؟ أيوة كل يوم متصل ما شاء الله، بنذكرهم يا محمد تيسير، أصلاً أي واحد يتصل لنا خلاص أصبح من أسرة برنامج في رحاب القرآن. إذن يا أماني أستحبي مواضع الصور أو أسباب النزول؟ مواضع
أسباب النزول في الجزء 29. أسباب النزول في الجزء 29 الذي بتجيديه قراءة وصح وحكما وتجويدا. بالضبط. إذا وطي صوت الراديو وخلي الشيخ يضع على شي سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعطيك مواضع الآيات تمام؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، من أي سورة وردت؟ ممتازة، بارك الله فيك، الإجابة صحيحة، إجابة سليمة يا أماني. إذن بالتوفيق يا أماني، ونستقبل اتصال آخر مع سمارة في برنامج رحاب القرآن ومع الكرمان لصرف التحويلات. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفونا عنكم. وفاء أمين أحمد. أمين. وفاء أمين أحمد. أمين. 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 إذن يا وفاء، كم تحفظي من القرآن؟ ما تيسر. ما تيسر. طيب وطي صوت الراديو، اسمعيني من التلفون. وطي شوية. تمام. جميل. تختاري أسباب النزول أم مواضع الصور؟ مواضع الصور. مواضع الصور من أي جزء يعني، ولا في الجزء كم؟ من الأجزاء الأخيرة. طيب شيخ، الجزء 30-29. طيب الأجزاء الأخيرة أين هم؟ 29-30. تحتاج مواضع الصور. طيب قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. كلمة أمشاج أي سورة وردت؟ الإنسان. ممتاز، إجابة سليمة يا وفاء، وبالتوفيق لك إن شاء الله. إذن ونستقبل اتصال يا محمد، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. معكم سموك أفعب محمد علي. على حبة حبة. إيش؟ معكم سموك أفعب محمد علي. لا الصوت بعيد. معكم سموك. يا محمد وطي الموسيقى قليل لو سمحت عشان نقدر. إيش اسمش؟ شموخ. شموخ أفعب محمد علي. أسعد محمد علي. شموخ اسم الأب. الأب أسعد. شموخ أسعد محمد علي. يا شموخ، كم تحفظي من القرآن الكريم؟ ما تيسر. يعني الشيخ ضع عليه السؤال من الجزء 29 أو 30 صح؟ طيب مواضع الصور أم أسباب النزول؟ أسباب النزول. تفضل شيخ. في الجزء 29 والثلاثون لدينا مواضع آيات، أسباب النزول في غيرها. تبغى نختار لك مواضع الآيات وتقولي أين وردت. تمام. ألو، معنا يا شموخ. شموخ معنا. ألو. أيوه معكم. معنا موجود. فضل. أنا بعطيك موضع، لأن في الجزء 29 و30 مواضع الآيات. أسباب. ما في أسباب نزول. لتركبن طبقا عن طبق. في أي سورة؟ في أي سورة؟ نعم. في سورة الإنشقاق، الآية 16. السورة؟ الإنشقاق. الآية كم؟ 16. أي 16، إجابة صحيحة. إجابة سليمة يا شموخ، ما شاء الله تبارك الله بالآية. إذن بالتوفيق يا شموخ، ومعنا اتصال يا محمد، ونقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلام ان شاء الله. الجميع ان شاء الله. عرفونا عنكم. ايمن محمد عبد القادر. ايمن محمد عبد القادر، اهلا يا ايمن، كم تحفظ من القران؟ ما تيسر من القران. اذا يعني مواضع الصور في الجزء 30 او 29؟ 30. تفضل شيخ. مواضع الصور في الجزء 30. الصلب والترائب في اي سوره؟ عفوا ما اشكر. الصلب والترائب في اي سوره؟ الصلب والترائب في اي سوره؟ اللهم صل على النبي. هي في الجزء الاخير، الجزء 30، الصلب والترائب. نعم. نزلت في سوره الطارق. الاجابه صحيحه، اجابه سليمه يا ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله تكون احد الفائزين معنا. ونستقبل اتصال يا محمد. عليكم السلام. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. معكم أمل. أمل. خالد حسن الرميم. خالد حسن الرميم. الرميم، أهلا يا أمل. أمل، كم تحفظي من القرآن؟ ما تيسر. ما تيسر من
جميل. إذن مواضع الصور من الجزء 29 أم 30؟ وأسباب نزول من أين تحفظين يا؟ ما تيسر. نسألك من أسباب نزول من صور أم تحتاجين مواضع الآيات في الجزء 29 والثلاثون؟ أسباب نزول. يعني هل تختارين أسباب النزول أم مواضع الصور؟ أسباب النزول. أسباب النزول؟ أيوه. تفضل شيخ. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، من هم هؤلاء؟ في من نزلت؟ في من؟ المؤمنين. وإذا جاءوك، هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ما خيارك؟ لا يوجد، أنا أسئلة مباشرة. في من؟ في اليهود. من؟ اليهود. اليهود. الإجابة صحيحة. إجابة سليمة يا أمل. ضحكة الانتصار في الأخير يا شيخ، ضحكة الانتصار، الإحساس بالنصر. بالتوفيق يا أمل، ونستقبل آخر اتصال يا محمد، ونقول يا أهلا وسهلا. هلو. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ تمام الحمد لله، عرفونا عنكم. معكم آلاء عبد الله صالح. آلاء عبد الله صالح، أهلا يا آلاء. آلاء كم تحفظ؟ تفضل شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وعافية، كيف حالكم؟ الحمد لله. من أين تحفظون؟ ما تيسر من أعواصل. معك مواضع آيات إما الجزء 29 أو 30 أو أسباب نزول، تختارين من الصور البقية؟ مواضع الآيات أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في أي سورة؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في أي سورة نزلت هذه الآية؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، فأي سورة وردت؟ في أي سورة نزلت هذه الآية؟ سورة البلد. إجابة صحيحة يا شيخ، إذن بالتوفيق يا آلاء. نبدأ عشان الوقت يا شيخ، نبدأ في القرعة أو طيب، لأنه في فائزين في الفقرة الأولى وفائزين في الفقرة الثانية، بقي دقيقة يا محمد، إذا بشكل سريع بن طيب على بال ما نقص بس الورق، على بال ما الشيخ يقص الورق يا محمد، أنه في فائزين، يعني ارتفعت نسبة الجوائز من فائز واحد في الفقرة الثانية إلى فائزين في الفقرة الثانية وفائزين في الفقرة الأولى. و محمد، سؤال الفيسبوك، وكما عودناهم أن يكون لهم صلوة وجولة في هذا اللقاء، السؤال هو: من ماذا خلق الله الجمل؟ والدليل على ذلك من القرآن. بالتوفيق لمشاهدينا في وسؤال الأمس كان: ما معنى الكلالة؟ ما معنى الكلالة؟ وأجابت عليها أمة الله أحمد، كانت الفائزة معنا اليوم أمس. هات شيخ الورق عندي. طيب هذه عليك. كان الدليل للجنة الرضوان، فهو الضياء إذا سريت بناديه، كان الدليل للجنة الرضوان. الله 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 الله، سبحان الله. الله 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 الله، سبحان الله. عطر صباحك والمساء بنفحة. إذن ما زلنا مستمرين معكم سامعينا الكرام في برنامج ريحة بالقرآن الذي يأتيكم على إذاعة سمر اف ام، وبرعاية كريمة من شركة القرمان للصرافة والتحويلات، الأخوة في البث المباشر يتم خلط الأوراق للفائزين معنا في الفقرة الثانية. الجميع أجادوا الإجابات السبعة: وسيم أماني وفاء وشموخ وأيمن وأمل وآلاء. سيتم اختيار فائزين منهم على حسب القرعة. تفضل شيخ، هذا الأول. الفائز الذي مشارك يوميا وسيم حمير. وسيم حمير حمود الصباحي، مبروك يا وسيم. يعني وجد نتيجة في هذا الصراع الكان كل يوم. كان سريع في الإجابة وأيضا فاز الأول معنا في الفقرة الثانية. إذن هناك فائز ثاني.
تفضل شيخ. وفاء أمين. إذن الفائزة معنا وفاء أمين، أحمد أمين. مبروك لوسيم ولوفاء ولجميع الفائزين أيضا الذين لم يحالفهم الحظ معنا لليوم. ما زلنا مستمرين معكم في برنامج رحاب القرآن الكريم طيلة أيام شهر رمضان المبارك بفقرتين، ولكل فقرة اثنين فائزين معنا مع شركة القرماني للصرافة والتحويلات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، استودعكم الله التي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحاب القرآن تهود الدين أنسانا الجنات عليه وبهجره شقيات حواضر ملكها القرآن.